عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستعرض مع بعض دلوقتي طقم التوابل البورسلين، والطقم ده من أغلى التوابل. هنشوفه معانا اهو، كل علبة بتتميز معاها معلقة ومكتوب عليها البيانات بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. وهنا اللون اللي هو الأوف وايت مع اللون السيلفر. الطقم ده يتكون من كم علبة قدامنا؟ ده 1 2 3 4 5 6 7. وهنا شايفين طبعا التدريج بتاع التوابل هنا اهو، من الصغير للكبير عشان يكفي كل حاجة قدامنا اهو. بسم الله ما شاء الله، يعني حطي فيه اللي انت عايزاه، الملح، السكر، الشاي، كل اللي انت عايزاه قدامنا اهو. طقم اخر شياكة، ومحطوط على كمان ايه على قدامنا اهي، صينية بيتحط عليها. بسم الله ما شاء الله، صينية اخر شياكة، يعني طقم مميز لأي عروسة بتدور على التميز.